L'herpès génital هو الهربس واحد دي بوتون بحال لي بوتون دو فيبر ديال السخانه اللي تيجيو في لابوش تيجي في لي لافر ولا في المهبل ديال السيده. هاد الهربس جينيتال اون جينيرال سي سيكسيالمون ترانسميسيبل، مي ممكن يجي من بزاف د الحوايج، من الحمام، من لي تواليت، الا كان شي سيده دازت تمايا وعندها البروبليم دونك سا بو كونتاميني لا فام. اون جينيرال من الاحسن ان فوا يكون الهربس الفو لو تخيتي، خصنا نداويه مزيان، سواء ان تخيتمون لوكال سيتادير بوماد، سواء ان تخيتمون بار دي ميديكامون بار لا بوش، اللي كاين دي بروتوكول اللي على حساب واش لا بروميير انفيكسيون ولا اي ريكيرونس، واش جاتها ديجا قبل ولا سي ولا سي لا بروميير فوا. دونك تيتعالج كاي مرض مثلا ام اس تي، دونك الفو لو تخيتي. هو ما تياثرش لنا، بعض المرات تلقاوه في لو سون في الدم فاش تكون ان هيربس اللي داز، وهذا لو فيروس يبقى دورمون، تيجي ان فاكتور ديكلونشون مثلا لا غروسيس ولا لو ستريس، دونك هنا ممكن تيرجع لو فيروس. سيتو عند لا فام اونسانت، دونك لا فام اونسانت ما خصهاش تولد بار فوا ناتوريل فاش يكون الهيربس جينيتال. علاش؟ لان اون باساج ديال لو بيبي ممكن يعطينا الهيربس في لي زيو ولا تجينا انسيسيتي ولا تعطينا مشاكل عند لو بيبي ولا او نيفو دو لابو. دونك فاش تكون لا كونتاميناسيون ولا ليزيون راه كاينه في الاخر ديال لا غروسيس ولا با تريتي في الاول، ممكن هنايا تنصحوا السيدات تتكون ولاده بلا سيزاريان. اما مثلا عند السيده حامله ولا ماشي حامله، لا بس ممكن المضاعفات ممكن يتحولنا للزونه اللي تنعرفوها، الزونه اللي تتقيس لنا العينين وتتقيس الراس اللي تتكون ولا اللوس ولا العظام. دونك هنا سي تري دونجورو، سا دوفيان غراف، دونك دي فوا تسبب لنا في اوسبيتاليزاسيون، بعض المرات الانعاش ولا سي اوسبيتاليزاسيون عاديه اللي خصها ان تريتمون لور، ولا كونفاليسونس. لا كونفاليسونس تكون طويله بزاف. فاش يكون الهربس عند السيده، دونك هنا العلاقه الجنسيه والعلاقه الزوجيه من الاحسن فاش ندوزو لا بيريود ديال لو تريتمون، من الاحسن تكون بار بريزيرفاتيف، ويكون الفحص ديال الزوج حتى هو باش لا كانوا دي ليزيون، باش ما يكونش ان كونتاميناسيون لواحد لاخر. دونك من الاحسن يكون علاقه في ديك لا بيريود دو تريتمون، واحد لا بيريود ديال و تيكون فيها لو فيروس اون فاز مثلا اكتيف، من الاحسن يكون علاقه بالبريزيرفاتيف. اون فوا تبان لا ليزيون عند السيده، النصائح هو خاصها تمشي تكونسيتي الطبيب، خاصها كونفيرمي ديجا لو دياغنوستيك، سواء ان بريليفمون، سواء ليكزامان كلينيك، سواء اون بريز دو سون. لقاش بعض المرات يكونوا غير دو بوتون ديال مثلا فليبيلاسيون ديال لي بوال، ولا مثلا فوالا تيكونوا دي ليزيون اللي ماشي ديال لابس. دونك لابس لا ليزيون راه باينه، او ميم طون خاصها تكونفيرما بار ان بريليفمون. دونك هنا كل ما كان التريتمون بريكوس، كل ما يكونش هذوك المضاعفات ديال لو فيروس عند السيده ولا عند السيد. دونك كل ما كان لو تريتمون بريكوس، كل ما مزيان باش تكون النتيجه مزيانه.